السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع خنشلة لنقف على الأشغال تاع إنشاء طريق اجتنابي لمدينة خنشلة، واللي سوف يربط عدة طرق وطنية، منها الطريق الوطني رقم 68 والطريق الوطني رقم 80 وكذلك الطريق الوطني رقم 32. كل هذه الطرق سوف يربطها هذا الطريق المزدوج الجديد اللي اجتنابي لمدينة خنشلة على امتداد حوالي 25 كيلومتر. اذا خليكم تابعوا الفيديو حول هذا الموضوع، والسلام عليكم. المواطنين اللي يتنقلوا من الجنوب الى الشمال، اذا تخليهم مرتاحين في التنقلات اولا تاع الاشخاص، وفي كذلك تنقلات تاع البضائع، لانه ما ننساوش انه الصحراء راهي تنتج يعني مواد فلاحيه، وهذا الانتاج لابد انه يوصل للشمال لولايتنا ولخارج الولايه كذلك. شكرا. المواطن اليوم راه يتساءل ويقول وقتاش ان شاء الله نكملوا من هذه المشاريع اللي يخليونا نكونوا مرتاحين في التنقلات نتاعنا. اذا احنا نعطيو معلومه صحيحه ونقولوا انه لا بريمير ترونش راهي مشات ما شاء الله، لا دوزيام ترونش نفس الشيء راهي مشات وراهي في الكمال، وان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله نكونوا نستلموها باذن الله. ولو